رجعنا لكم مره ثانيه واحنا دلوقتي في العياده مع استاذ الدكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب. اهلا وسهلا بك يا دكتور. سؤال النهارده بيقول الهدف من تجميد الاجنه وهل كل السيدات بيتعمل لها تجميد ولا حالات معينه؟ بص، تجميد الجنين هو اجراء مش مستحدث في الطب، يعني هو من ساعه لما بدت الوسائل المساعده للانجاب سنه سنتين ثلاثه بعد هذا الاجراء خلاص بقى في حاجه اسمها تجميد اجنه. تجميد الاجنه دي يعني انك انت توقف زي بالظبط لما اجي اقوم ماسك مثلا الموبايل، النضاره، اي حاجه، واقوم دببها في التلج واقفل لوح التلج ده. فاللوح ده على درجه حراره تقريبا 200 تحت الصفر، يتوقف انقسام الخلايا دي تماما، ولكن الخلايا دي ما بتموتش. يعني الجنين ده ما بيموتش، الجنين ده توقف عن الانقسام لفترة معينة. بس فكرة انك انت تاخد خلية لسه بتتكون وفي الطور الاول قوي من التكوين، اللي هم 4 خلايا 8 خلايا زي ما يكون، وهذا الجنين تخبطه الخبطة اللي بيها توصله لدرجة حرارة 200 تحت الصفر، لازم تتوقع انك انت لما هتفك هذا الجنين او هتعيده الى درجة حرارة 37 منطقي ان هو مش هيبقى زيه زي لما كان فريش. وبرضه مش منطقي انك انت تتخيل ان الاجنه دي هي اجنه هتبقى كلها عايشه. ومش منطقي انك انت تتخيل ان نسبه الحمل هتبقى زيها زي الاجنه الفريش. بس في شواذ للقاعده، والشواذ للقاعده دول مش قليلين على فكره. يعني هتلاقي في عدد مش قليل من السيدات بيستفيدوا من الاجنه المجمده عن الفريش. وهتلاقي في سيدات الاجنه الفريش المجمده بتاعتهم لما تتفك، يعني ترجع لدرجه الحرارة من 200 تحت الصفر ل 37، تلاقي الاجنه دي رائعه جدا. وفي مجموعه من الامراض الطبيه اكثرهم طبعا شهره، اللي هم الستات اللي عندهم تكيسات على المبيض، لان دول غلبه في تنشيط المبيض، مش اكياس، تكيسات على المبيض، بيستفيدوا جدا جدا، ونسبه الحمل ممكن تبقى اعلى من المجمد عن الفريش. وفي الستات اللي بيرتفع عندهم الهرمون بتاع البروجستيرون قوي في الفتره بتاعه يوم سحب البيض في الدوره الفريش، دول بينتفعوا جدا من الاجنه المجمده. والستات اللي بطانه الرحم بتاعتهم بتتخن قوي مع تنشيط المبيض، الستات دول بيستفيدوا قوي من انك انت تزرع لهم اجنه مجمده عن فريش، لانه مفيش الفوران الداخلي اللي موجود جوه الجسم، مفيش الفوران الداخلي اللي موجود في الجهاز التناسلي والجسم من جراء تنشيط المبيض. الاجنه المجمده هي فتحت في رأيي أنا المجال لكثير من الحاجات، أو يعني الفوائد داخل الوسائل المساعدة للإنجاب، من أشهرهم أنا أقول اللي هو بيسموه الكيوميليتيف بريجننسي ريت. كيوميليتيف يعني تراكمي، بريجننسي يعني حمل، ريت يعني نسبة، في معادلة في نسبة حمل من الفريش ونسبة حمل من المجمد. لما الست دي تتكلف فلوس في انها تتنشط المبيض وتدخل تسحب بيض، لما تحط بقى انت نسبه الحمل من كذا دوره مجمده على دوره فريش، ها، بتعلي جدا في نسبه الحمل. عشان كده دايما تلاقي حتى هي زائفه شويه، يقول لك احنا عندنا نسبه، سيبك من مصر هنا كله بيخرف في نسب الحمل، تيجي مثلا يقول لك ايه نسبه الحمل عندنا من دوره سحب بويضات 80%. دعبس ورا الكلام، هي كان عندها 5 أجنة مثلا، زرعت واحد، لان اوروبا عندها قوانين صارمه في جداً عدد الاجنه اللي بتزرع، وبعدين زرعت 2 مجمد، وبعدين زرعت 2 مجمد، فخدت 80%. ليه؟ الفريش كانت 40 والمجمد اللي بعديه كان 25، يبقوا كام؟ 65. والمجمد اللي بعديه كام؟ 15%، يبقوا كام؟ 80% مثلا. زي ما بقول لك انه البريجننسي ريت ارتفع جدا، بان انت بقى عندك اجنه تقدر انك انت
تحطها مره واثنين وثلاثه. ممكن. الاجنه المجمده برضو سوري يعني اتفضل فتحت المجال في حته انك انت لو عايز تفحص اجنه وراثيا والامراض دي صعب انك انت تفحصها، فانت محتاج انك تجمد الجنين، فانت يجوز انك انت تجمد الاجنه بعد لما تكون فحصتها وتنتظر النتيجة بتاعت الفحص وتعود هذه الأجنة في دورة فريش بعد كده. بشكرك يا دكتور. ميرسي. بشكر الأستاذ دكتور أحمد عوض الله مدير مركز دار الطب. وخلينا نشوف فصل ونرجع نكمل مع باقي سكان الشارع. خليكم على لو سمحتم.